شنو كتسنى ياك؟ طيب غير شاف زعما داكشي اللي عندي وزعما اش خصني سولتو داكشي ما كديت والو زعما شاف كلشي خلاص 400 درهم واش زعما نورمال ولا خصني بعد حصة رائعة وجيدة. اش بان ليك؟ مرحبا. واحد الوالي ما خطف صدري فيهم مع السي ساقي. واش كاين شويه السفل ولا والو؟ لا السفل كاين القرعة عامرة الله يمولها. البوكس معاتميك عليه واحد شوية عرفتي كي تتولي. اش هادشي داير لي انا هنا انتوما؟ عايز صحاب ديري فلوس. هذا خاص تبدل هذه غاية. اخوان خصني السيكان بحال هادو ولقيت الثمن مرتفع واحد شويه نشوف شحال هذا؟ اوه هذا ناضي شحال من لتر؟ لترو لترو هذا ديال المسافات الطويله ماشي على الاقدام فهمتي ما تركب والو اش بان لكم واش دابا هذا مزيان المسافات الطويله؟ ويدي 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 الله يحفظك بسم الله بياسة الخمسة هادي دابا إلا شفتيني غطلع على محمد غتوصلني غنزيد ديريكت وغنزيد نورك شحال الثمن ديال هذا؟ 500 قالوا لي سيدي إفني راه رخيص حصة اليوم غتكون مع السي إلياس ماشي هادشي ياك ما تقفلني المطريه كل واحد والهيت ديالو كل واحد والستيل ديالو كنترين مع الأنواع والأشكال ديال الناس البارح البوكس اليوم الباور ليفتين 4 3 20 اخويا لا انت مريض في راسك والله هو اللي نضربو يلا سير الله يسامحك خذ ضرب برمي ومن عليا اخوان اخوات حطيت لكم واحد الريل من الزمن الجميل المهم ما غاديش نكثر لكم الهضره عليه الناس اللي كانوا ديجا كيتفرجوا فيا في ديك في داك ليبو كيف حالك يا مولا حيت فريمون راه دوزنا شي حماقة راه ما يمكنش وات ذا فاك يلا سير على اخويا سير على سير على دير سندا بعد الروسيتا اش من الروسيتا بعد الروسيتا وينا واش عليه الضو اخويا كيفي الدبان وات ذا فاك دبان وات ذا فاك درهم بغيت نعرف المعنى تاع الحياه حصلني بابا تلت جواني في طواليت وفي يدي جا عندي الوالد قال لي واش ناليش عندي الفخر تا ودي لا راه الجيران هذوك راه مازال ما حطيت لكم هاد الاخوان حتى 2% من دوك السطوريات اللي كنت كندير في مات الهبل يا لطيف يا لطيف يا لطيف بزاف ديال الناس كيصيفطوا لي ميساج علاش ما ترجع كيف ما كنتي مستعد ندير اي حاجه اكتيفي داك الهبل وغنكتيفي هو نورمال راه المشكله الاخوان هو ان الوقت تبدلات ولكن الخوت الهبل كيخصك ديرو مع بزاف ديال الناس دابا ولاو القوانين جداد التشهير ودوك الناس راه يقدر تلقاو معاهم مشاكل تصور شي واحد بدون اذن هذا هو المشكله الخوت اللي خلاني انني نقراطي من داك الحماق وما نبقاش ندير داك الشيء يعني راه تبغي ترجع لذاك الهبل غنزقو غادي للحبس نيشان كنكون غادي في الشارع كيبان لي شي واحد حط شي كونسوماسيون كنتكى عليها من هكا نبوستي ديك الساعات سواء في سناب سواء في انستغرام داك الهوب بلا ما خدامش الخوت بالروج ولا اللي داروا العدس غادي يعول على الحبس فينك خالد انا بديت كنوجد في الماتيريال ها انتم اخو
شوفوا لي يا خالد، راه بان ليا بحال لا غبار، بحال لا الدهشار، بحال هذا الصك تكرنا عليه يسنفط. وايلا معاد، انا كنفكر كيفاش نوصل للدخله في 5 السوايع وانت كتقول لي الباكطاج. ما هذيك والله هذيك صاحبي، واك بالعصر شي شويه، واك بالعصر كتهضر شي جو عامين. هادي خصني دابا كيفاش ندير نتقب من هنا هاد 15 نردها 5 السوايع بالضبط، فهمتي؟ باش نوصل هنا في 5 السوايع. صباح الخير معطلة، عمركم حلمتي بشي حاجه وفي وسط الحلمه حسيتي براسك بلي راه كتحلم وتحكمتي في الحلمه؟ الله اكبر. هاد القضيه درتها اليوم مشكل، تافقت فطرت وجلست عاد فكرت بلي اجي راه حلمت. والله الا تحكمت في الحلمه والله كيما بغيتها كيما طرات. راه التريب غالبا عرفتونا فين غاديين، غندور الكاميرا غتجاوبوني واش بغيتي نديه. اهلا، السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير. هصك شي حاجه اللهم بارك. الاستعدادات ديال التريب ها هما المهم، الاستعدادات حنا راه فيهم. شكون اللي غادي معايا في التريب؟ حول حول سيرو قدامو هذا شارجي داك الخير. ايه عرفت كيجيك واحد الناس من بعد هاد السيونس و الموت لونطري ما ديرنا فيها قرد غدار. اخوان اش بالكم حنا غادي نجيو نتجريو، غادي نجيو نجريو. واش بغيتو نتلاقاو هنا؟ حدا روبينسون غدا مع تسعود ديال الصباح، جري خفيفه فهمتي جميع المستويات، غنمشيو بواحد الريتم. هاد الصباح هذا كانت واحد القصيده في الطريق ديال اكادير، تقدر غتكون مميته يا ربي السلامه. جوج موطر واحد بعدا يا ربي السلامه بواحد المنظر. الدراري لبسوا لي كاسك ديالكم، واخا دير قصيده داك الكاسك راه يطقي عليك بزاف. افضل حاجه تفطر بها بالصباح. بسم الله. كنت كنشرب قهوه مع ليا ما بيا ياك، قلت ليه شكون اللي اخترع هاد القهوه هادي؟ الطريقه حتى ولات القهوه بحال هكا. تخاطرت انا وضيفان، قلت لك اودي المصريين هما اللي اختاروا، هما الاولين. حيت كنقول لك وشاي وشاي خمسه شاي، وحنا عاوتاني تالو دان ولاد بالرحي القهوه بالعطور الا شربتيها في ولاد بالرحي لو كذا تالو دان. هما الثانيين في العالم، في العالم. هاد المعلومات حقيقيه ولا تلقى عليا دابا؟ ماشي تلقى عليك تسرحوا هي صاحبي. واش ما تيقفيني سولني واش بصح المصريين هما اللي بداو بالقهوه في العالم؟ والله اسيدي الا كنهضر معاك بلا معقول. والله الا ما تيقتسوني. انت اللي تقدر راسك شلاضة. سير اخويا ديكوني فانت ديال وعليكم السلام. هاد القهوه راه انت اللي كتقطع البصله ديالك ياك وكتجي فاطيشه ديالك. اه هذا هو ديال الزكون. عرفت واحد بنا ودا ديكوني كان هنا الشباب ياك الشوايع الله يرحم والديك الله يسهل عليك. راه الخبز في الرجع عرفتي دابا هاك صرف البصله ولي ولي واش تعاود تصلا مع مطيشه بحال هكا؟ مرة الدعم مرة الدعم شهر زيد محمد شي تقول فرق دي باني دي بانا نخسر معاك خاطر دي باني خسر معايا انا راديو والله الله يعاون هو الماكله ما فيها تخسر ولا الله يعاون. من السونتر وال اسرع جيتسكي كاين واحد الدري قال لي راه كيدير به لي كومبيتيسيون ديال جيتسكي. اه واش تقول هاني هاد الجيج صاحبي خمس جيتسكي داري في التو 1800 ديال المره كيكونوا بريفي ما كيكونوش في الشركه. فيداس مجاد ما عنديش ندير لك ليان فيداس مجاد. اقسم بالله الاخوان الى الهربه امبوسيبل امبوسيبل نصور ونتمشى به في لا فيداس. عرفت واحد لا فيداس واو خصني ضروري يطلع خالي نعطيه التليفون يصور. بحال بروفيسيونيل. واش تيفينتا؟ الله الا واخا عيان ولكن نبقى بكلمتي غدا ان شاء الله ندير واحد الجريه خفيفه ظريفه جماعيه نبداو بها النهار الاخر ديال لاكوط ماشي جهه مارينا ديك الجهه الاخرى. بصحتكم الدراري. دوزنا واحد الوقت الصباح والله الا واعر طوب دايس داكشي بخير وعلى خير. لعبنا كاملين اخترعنا شي العاب بلا ما تيراي بلا والو ضحكنا ونشطنا. المره الجايه ان شاء الله غنعاودوها تكون كبر. التليفون ديالي البارح ملي علمت به ما باش يتشارجا كنت معول نصور كلشي. المهم داكشي داز واعر وحتى العدد غيكون اكثر ان شاء الله بحول الله.